في موضوع آخر عاد أزيد من تسعة ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة اليوم في كل التراب الوطني لمتابعة الموسم الدراسي الجديد 2019-2020 وأعطى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد إشارة الانطلاق الرسمي للدخول المدرسي الجديد من غرداية وقد خصص الدرس الأول عن حب الوطن والوفاء له كإسهام في الدعوة إلى ضبط النفس والحفاظ على موارد الأمة وثروتها وحسب أرقام وزارة التربية الوطنية يبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ تسعة ملايين ومائة وعشرة ألف من بينهم مائة وخمسة وخمسين ألف تلميذ يلتحقون بالمدرسة لأول مرة